والحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. قال البوار عياذا بالله وكنا قفنا مع شيء وصيحا وكنا في هذه الحلقات نقف لنتدبر لنعرف كيف نجاة وكيفية النجاة. هتلاقي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات هي دي نجاة. النص يعني لو نص الحلقات تقولها في الذين امنوا والباقي يقولوا عملوا الصالحات. عشان كده مهم جدا جدا تحقيق الايمان. وقفنا مع التوحيد وكلمه التوحيد ونطق الشهادتين. لكن نطق الشهادتين وانك تكون مؤمن بالله له مقتضيات. هو ربنا قال للنبي محمد قل لا اله الا الله ولا قال له فاعلم. قال فاعلم انه لا اله الا الله. يبقى لها مقتضيات مش مجرد كلمه تقال اعطيت في الدنيا انا مؤمن بك يا رب. ما اعطيتش في الدنيا زي ما انت عايز انا مؤمن بك برضه يا رب. اعطيت الذريه مؤمن بك يا رب. منعت من الذريه مؤمن بك يا رب. اعطاني الله قليل من قله ذات اليد مؤمن بك يا رب. وسع علي وكنت غنيا ثريا انا مؤمن بك يا رب. ولذلك لو ركزت امبارح بتسمع سيدنا وهو بيقرا في ايات سوره الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف. يعني على شجر. لا حول ولا قوه الا بالله. ومن الناس من يعبد الله على حرف ان اصابه خير اطمئن به وان اصابه فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. تعرف تفسير الايه ايه؟ كان الاعراب بيجوا من هناك من الصحاري ومن ما يقيمون بعيدا عن المدينه هناك في البداوه. فياتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيعلنون اسلامهم. ان المهره بتاعته خلفت وإن امرأته ولدت ولدا وإن صح جسده وكثرت الأعطيات من الإسلام والمال قال لك بس أنا كده يعني اشتغلت صح. طب وإن أراد الله أن يبتليه وبعدين مراته خلفت بنت وبعدين أصابه شيء من الوهن ولا من المرض وبعدين المهرة بتاعته ما خلفتش خالص وبعدين ما لقيتش زكوات ولا اعطيات ولا كان زي ما كان متوقع. جاءه الشيطان وقال له لقد كنت في حال قبل ان تسلم خيرا من حالك هذا. فيرتد على دينه ويسيب دينه اللي هي بقى دي. ومن الناس من يعبد الله على حرف. الاسلام مش عايز عدد هاموش زي ما بعض الزملاء يقترح يقول لك بنعمل مسابقه يوميا ونعطي مش عارف كل واحد كم يوميا كده واتفرج على العدد. الاسلام مش عايز ده. الاسلام مش عايز هاموش. هذا العدد لا ينصر به اسلام ولا يهزم به عدو ولا لهم اي 30 لازمه. ده صف ولا اثنين يعرفوا ربنا كويس خير من الف لا يعرفون الله الا اذا اعطوا. ولذلك يروي الحسن البصري والحديث عند ابن حبان انه رجل كان في من كان قبلنا راى شجره تعبد من دون الله. عمل ايه؟ غار. يا غار على الاسلام وعلى التوحيد. انا لازم اقطع الشجره دي. ازاي الناس تعبد شجره من دون الله؟ وخد المعول بتاع الفاس بتاعه راح فين؟ يقطع الشجره فلقيه الشيطان. في سورة آدم رايح فين؟ لا اقطع الشجرة. الشجرة تعبد من دون الله أين التوحيد؟ فين الشجرة؟ فين الشجرة؟ فين ما أراد الله لعباده أن يعبدوه؟ قال له ارجع وأعطيك خيرا من هذا. قال وماذا؟ قال كل يوم تجد عند وسادتك درهما.
ايه رايك في الموضوع ده؟ هيدي بدا يفكر درهمين. قال لا درهمين ايه؟ انا لازم اقوم الى هذه الشجره. فاتطلع الشيطان فاتصرعه غلبه. راح الشيطان جاب بالي قال له فكر. غلب الشيطان صرعه. قال له فكر. لما فكر في الدرهمين قال طب انا هستفيد ايه؟ طب نروح ناخد الدرهمين دول يومين. رجع روح بالفعل. قال له الراجل حاسس بيهم حاسس بصه. يروح حدد. وقلي لا اثنين ثلاثه اربعه ركز بقى ركز عشان تعرف ربنا عايزك تؤمن ازاي. راجل الدرهمين كمان يومين ثلاثه اربعه خمسه عند الجول السادس السابع ملقاش الدرهمين. اللي كانوا عادي بالدرهمين دول الدرهمين راحوا فين؟ لا ده انا هرجع للي ما كنت عليه اروح اقطع الشجره التي تعبد من دون الله. فلقياه الشيطان لكن في هذه المره صرعاه الشيطان فتعجب فيما قال لما خرجت للمره الاولى كان خروجك غيره لان تعبد الشجره من دون الله. في المرة الثانية انت خرجت غضبا منك للدرهمين فكنت ضعيفا. هو ده من يعبد الله على حرف. مين منا حدثته نفسه بالغزو في مثل هذه الايام؟ لما تطلع مثلا قاعدين مع بعض مثلا ايه ما اكبر من 60 70 تطلع منا كم واحد حدثته نفسه بالغزو حالا إذا قيل يا خير الله كان يشجع يجيب أغراضه، يشجع لسكنه، انطلق. ومنا من يترنح قليلا ومنا الفكرة مش في باله خالص عشان كده الناس طوائف يوم القيامة كما هم طوائف في الدنيا في درجات إيمانه. فاعلم أنه لا إله إلا الله. كلام مقتضيات مش كلام خلاص. ولذلك سيدنا الإمام أحمد بن حنبل يقول لك لو كان الطريق سهلا يسيرا لشككنا في صحة الطريق. لازم وأنت في الدنيا تتعرض وتبتلى وتبتلى في دينك وتمتحن وتيجي قدامك المغريات وتيجي قدامك نجحت ولا هي دي مطلوب بقى لنا مش مجرد لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى على النبي يا جدع وكان ده مش كده خالص. الموضوع لا اله الا الله لها مقتضيات. ولذلك لما جاء خبر من رب النبي صلى الله عليه وسلم له صلى الله عليه وسلم ويا دوب نطلع نجيب حطبتين عشان نصرف ونرجع نرجع نلاقي الكفار دي مطلعين اولادنا مربين ومربين نسائنا ومطلعينهم من بيوتهم كل حاجه لحد متى؟ الى متى يا رسول الله؟ الى متى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب اليه على راسهم خباب كان متوسدا بردة في ظل الكعبه فاحمر وجه النبي غضبا. عايز اقول لك عن لا اله الا الله ما تحملوش عشانها شويه عشان نشرح البلاد خالص اهو. احمد وجه النبي غضبا وقال انه كان في من قائم قبلكم يؤتى بالرجل فيغفر له الكفه فيوضع المنشار عند مفرق راسه فيقسمه الى فرقتين لا يصده ذلك عن دينه وينشر بالمناشير ما بين عظمه ولحمه وعصبه على ان يترك دين الله ليمكن ابدا. والله ليتبن الله هذا الامر حتى يسير الرجل من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون. فحته انك عايز تقول لا اله الا الله وتؤمن وبعدين لا تتعرض لما تضاف في حياتك وفتن يبقى انت مش عارف الطريق كويس. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يمر على آل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ولكن تتخيل عمار بيرى أمه أول شهيدة في الإسلام سوية بنت خيار لما جاء بها أبو جهل وطاعنها في موضع عفتها فلقيت الله عز وجل أول شهيدة في الإسلام وهو بأعمال يردد عليها اللات والعزة ارجعي عن دين محمد لا أرجع رأى. فلو كنا النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. الموضوع مش موضوع مذكر مهيمن. الموضوع ان بينا رجال اقول بعرض لو عرض اي فتنه ربما يتخلى عن كل دينه. ولان لما يرجع دي حلال ولا حرام؟
الراجل لما يرجع قبل ياخد قرضه هو ده ربا ولا مش ربا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقمه واحده من الربا تعدل عند الله 36 زنه. حلال ولا حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم واحد من الربا يعدل عند الله 72 ذنبا اقلهن كمن اتى الله في بيت الله حرام. ومع ذلك اول ما تعرض عليه شيء فيها الزنايه معاه شويه اجري جري. فاعلم فاعلم مش فقل فاعلم انه لا اله الا الله. سيدنا عمار يرى امه على هذه الايه، وبعدين اباه قيل قتل وقيل ذبح امام عيني ياسر ابو عمار، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر علينا صبرا يا ياسر صبرا يا ياسر. لما تعرف الثمن هناك مش تيجي تقول احنا عايزين نخريف عشان نجيبك المسجد، ده انت تتحرك من داخلك لما تعرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بذنوب ابن ادم على عاتقيه وعلى راسه اذا وقف للصلاه، فان هو ركع او سجد تساقطت عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك خطوه ترفع درجه واحداها تحط خطيئه. لما تتدبر المعاني دي النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر المشتاقين الى بيوت الله في الظلم، يعني في الصلاه الليليه بالنور التامي يوم القيامه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الامام من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله كامله. ده انا بس مجرد ان اوصي ساعه بعد العشاء يا رسول الله، لا من عند الكريم طالما انه صبر الى ان سلم الامام في اخر ركعه كتب لك انه قام الى اذان الفجر من كرمه وفضله. فاعلم انه لا اله الا الله. هنقف شويه مع لا اله الا الله لان النجاه قلت لحضرتك شقين، امان وعمل مصلح. امان مصلح امان مصلح القلب عشان تعرفها صح، وعمل الصالحات البقيه. فاللهم احينا على لا اله الا الله، وامتنا على لا اله الا الله، وعافنا على لا اله الا الله، وقبل منا صرفنا سيرنا قيامنا ركوعنا وسجودنا، وقبل منا صالح الاعمال برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.